يخرب بيتك يخرب بيتك وبيت بيتك لك العمى ضربك مالك تعصيص ولك دشرت كل سيارات العالم وما لقيت الا سيارتي حتى تنعرى يا عالم يا خلق نادي الشرطة حدا يبعت خبر ورا الشرطة اوعك تنزل ولك اوعك تنزل اوعك تنزل بدي الشرطة يزبطوك متلبس لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ليش صار معي معلش يا اخي شو الحاجة ما في داعي للشرطة الله يسترك هلا بيعملوا لي قصة لانه ما معي شهادة سواقة العنين ما معك شهادة سواقة لكن ليش عم تنضرب على قلبك وتسوق سيارة شو بالظاهر مصاريك كتار حتى عم تطروق بسيارات هالخلق لك يا اخي يا اخي ما صار شيء كلها شحطة صغيرة بالطبون لك شو شحط انت التاني شو شحط الهي الهي يشحطوك شحط من شوشتك لبيت خالتك لك مالك شايف شلون انبعج بعج خلص يا اخي انا بصلح لك يا لك ما بدي صلح شيء ما بدي صلح شيء بدي تدفع حقه طيب طيب مثل ما بدك تكرم عينك بدفع لك حقه بس انت روق لوين لوين يا اخي مشان نفوت لجوا خلص قبل ما الناس اللي تم علينا تفضل ماشي الحال امشي لشوف امشي يا اخي طول بالك طول بالك بالفلوس ولا بنفوس بالفلوس ولا بنفوس وعم تمثل كمان بسيطه انا فرجيك لكن عمى قال يا قاعدين يكفيكم شر الجايين ولك انا كنت هون وانت هنيك شو جابك من هنيك لهون مشان تضربني يعني ولا حدا دازك علي انت يا اخي انت هديلي حالك وما بيصير الا اللي بخاطرك اخي انا ما رح اهدى ولا رح كن لحتى تدفع حق الطبون طيب طيب خلص بدفع لك حقه قديش حقه قديش حقه شو بعرفني انا ما بعرف هلا بتصل قدامك بالشركه هلا بتصل بيقولوا لي قديش حقه هذا المفتاح احتياط مصادر هلا بتهرب لانك الو شركة صيانة يعطيك العافية مين معي مين معي حسان مرحبا حسان كيفك انا عادل سوسيت اهلين وسهلين فيك ان شاء الله ماشي الحال وينك وينك حسان انا شاري سيارة من عندكم وصار معي حادث وانخلع الطبون الخلفي بقى فيك تقلي قديش حقه لا اصلي مو تايوان عاد كثير اصبح بس يدفع لي المصاري جاي ركبه فورا اي تسلم لي يا حسان الله يرضى عليك خاطرك قديش قال لك حقه 10000 ليره 10000 بس انا ماني حامل هيك مبلغ اصبح ما في طلعه من هون يا اما قسما بالله بتصل بالشرطه فورا لا يا استاذ طول بالك ما في داعي للشرطه هلا بتصل بخطيبتي وخليها تجيب لك المبلغ فورا خلصني اتصل فيها لشوف الو مرحبا هدى شلونك حبيبتي شو شايف لسه ما نزلتي بطلتي تروحي لعند اهلي ليش يا حبيبتي والله امي بتحبك ولك شو حبيبتي وما بيبتي الا على حق طبون خلصني شيء طيب طيب حبيبتي انا عملت حادث صغير بالسياره لا لا اطمني ما فيني شيء والحمد لله بس انا مضطر ادفع 10000 ليره فورا تسلمي لي جيبيهم وتعي بسرعه ايه لا تأخري لأنه مفتاح السيارة محجوز مع صاحب السيارة اللي انضربت ومو راضي يعطيني إياه قبل ما أدفع له المبلغ ايه طيب العنوان شارع الأمان سوبر ماركت الحرية لا تأخري حبيبتي اوك يلا باي بتطول لتجي ربع ساعة بالكتير سيارتها معه تفضل نشرب لنا شي شغله لبين ما تجي ايه لازم اشرب شي شغله حاكم طقطقت حنجرتي من كتر العياط تفضل استناها برا اثنين عصير لبرا لو سمحت ده كان اسمها هالنكته هي احلى كمان عن الشوفيريه ايه مره كان واحد عم يحضر برنامج مسابقات بمحطه انجليزيه قام حالفه الحظ وربح سياره حلوه كتير قامت الشركه الانجليزيه قدمت له اياها مشان يستلمها
مرضي يستلمها واحتج. وليش احتج بقى؟ قال شو غاشينه فيها؟ مركبين دركسيونة على اليمين. هذا بعرفها سواقة على قدها. ولك العمى بقلبك انت تانية، ليش هيك عملتي؟ مالك تعصيل؟ عمى ضربك ضرب، ايمي هالنظاراتنا على عيونك، ايميهم برا مسخرة. يكسروا ايديك على العمل الهي، يكسروا الهي. ضاعت السيارة يا عهدي، ضاعت السيارة، ما في كلام. ولك بس بدي افهم، عيونك، عيونك وينهن؟ نظرك وانت سايقة وينه؟ بس الحق علي انا، لك انا اللي بستاهل. لك يخرب بيتي شو اني فجعان، كان ضروري ادو لعصير هلا. يا شماتة ابو عبدو زعبوبة فيني، يا شماتو. انا اسفة كتير استاذ وبعتذر. الله يسامحك يا هدى، كان لازم تنتبهي وطلقتي فرام قبل بمتر. ما شاء الله عنك، انت التاني شو فهمان بسواقه، شهاده سوق فيها ما معك وبدك تعطي نصايح؟ وينك انت وياها هلا؟ صار بدها الشرطه تجي لتعمل ضبط هلا، ما في مجال معي، ما في مجال. منوب اوعك. ها الله يوفقك استاذ، عندي امتحان وبخاف الشرطه تحبسني كمان لانه ما معي شهاده سواقه، بيهون عليك انحبس. ها حبيبي، ما معك شهاده؟ لك وما لقيتوا غير سيارتي لتتعلموا عليها الطرق والنعر؟ طول بالك استاذ، شو صار؟ نصلح لك اياها على حسابنا. حتى ولو صلحتوا والسياره انعابت، ومتى ما انعابت يعني نزل حقها للنص. يا شماته ابو عبدو زعبوبه فيني، يا شماته. اي مو لهالدرجه. بعدين يا استاذ، سيارتك لازم تندعك، ما لازم تضل مدلله مشان العين الحسوده. وانا ماني شايفه في داعي ابدا للتعصيب، كل شويه خرمش صغيره. هلا هادي اللي طلع معك؟ بسيطه يا استاذ، بسيطه، حصل خير. خلينا نتصل بشركة الصيانة ونسألهم قديش حق الطابون الأمامي. تفضل تفضل تفضل. ألو، مرحبا حسان. أنا عرفني مو هيك؟ وينك؟ الله يرضى عليك، بدي اسألك عن حق الطابون الأمامي. لا الله يسامحك، يعني معقولة اشتري سيارة بالمفرق؟ بس صار معي حادث بنفس القرنة. لا الله يسلمك، لا ما بني شيء. قديش؟ طيب، ما في مجال تبعتولي رافعة وتشحطوها لعندكم؟ العنوان؟ شارع الأمان، سوبر ماركت الحرية. أيوه. يا ترى بتطول الرافعة لتجي؟ عظيم جدا بشارعنا هي؟ كثير حلو. لكن خبروها بالتليفون، الله يرضى عليك. الله معك يا حبيبي، الله معك. شو ليش طلبت الرافعة؟ لكن بدك ياني خلي سيارتي مصدم لسيارات بقية عيلتك؟ قديش قال لك حق الطبون؟ كمان 10,000. جايبة معك مصاري احتياط؟ لا، بس 10,000 يلي قلت لي عليهم. على كل مو مشكلة. أنا هلأ بتصل بأخي وبقول له يجيبه ويجي. إيه طيب، اتصلي أنت معه بما أطلع أنا والأخ ونستنى الرافعة برا. شري. شري. جاهزين استاذ. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يرضى عليك. ها سوق على مهلك، انا صاحب السيارة لانه دافع فيها دم قلبي. Thank you.
آنسة، تأخر أخوكي. فلان تأخر. غريبة، مع أنه شغله قريب من هون. ليكون ملقى تاكسي. لا، سيارته معه. ها، إجا ماجد. شو شايفه جايب تاكسي، وين سيارته؟ أبصر. مرحبا يا جماعة. أهلين ماجد، شبك؟ وين سيارتك؟ شو اللي مسوي فيك هيك؟ شو بدي لكم لألكم؟ خير، شوفي هذا يا جماعة، كنت ماشي بسيارتي بأمان الله وما بلاقي لكم غير واحد فجأة نط بوشي دب سايق رافعة جاري سيارة ورا. بألف زور هربت منه وقلت لحالي يا ولد بدال ما تفوت فيه فوت بالسيارة اللي شاحطة، لأنه بمعلومكم إذا فتت فيه بروح معس، يعني ما بعطوس. كان شاحط سيارة لانسر؟ اي نعم لانسر. ولونها جردوني؟ ما بين معي بالضبط، دغري هبت فيها النار.